هذه الفقرة برعاية رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي. حمود بن هليل العصيمي شيخ جليل وتاج الوقار يعلو هامته، فطرته السليمة ونقاؤه الفطري وسيرته العطرة جعلت له المنزل الرفيع من الإجلال والتقدير. عصامياً تعب على بناء نفسه في مجال ريادة الأعمال، كان صدقه وإصراره سلاحه في تحقيق أهدافه، يدعمه في ذلك خبرته ونزاهته في تعامله. من أوائل من اقتنوا الإبل وعشق المجهم منها، وكان كريماً بوقته وماله وجهده، تدرج في تطويرها وكان له ما يريد حتى أصبحت من أبرز المنقيات في الجزيرة العربية على مستوى الجمل والفردي. اللي علينا سويناه وعززنا وجبنا بعير طيبة، والتقييم عند من يتولى. كم تعزيزات حمود بن هلي؟ الله عززنا واجد، ومن إنتاج ومن مشترى، وشيء شفتوه أنتم قدام. الله شرانا زمان هذا من العشرين وفوق. يلا الله هو قلب الطيبة، واخذنا العام المركز الثاني، وحمد لله وشكر له، والله يحق لي الحق أنا وزملائي. شارك ونافس بقوة وحقق العديد من الإنجازات، من أهمها المركز الثالث في المجاهيم فئة 100 بمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل بمركيبة للعام 1429 للهجرة، المركز الأول في فرد المجاهيم مروعة بمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل بمركيبة للعام 1434 للهجرة، المركز الأول في المجاهيم فئة 100 بمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل بمرقيبة للعام 1435 للهجرة، المركز الثاني في المجاهيم فئة 100 بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثالثة للعام 1440 للهجرة، المركز الثاني في المجاهيم فئة 100 بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة للعام 1441 للهجرة. من قرارة مجدي وقصاني فود السر جات مثل ندر برقها يشتعل قد مرعى. وما زال حمود بن هليل العصيمي من أهم الأسماء وأبرزها في دعم المهرجانات الخاصة بالإبل.